وختاما بما قالته CNN عن مدينة فاس المغربية تحت عنوان مدينة فاس المغربية تمنع الشيشة في المقاهي والمطاعم، حيث منع مجلس مدينة فاس إعداد وتقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم، مشيرا إلى أن خرق هذا المنع سيؤدي إلى سحب رخصة استغلال المحل التجاري واستصدار قراره بإغلاقه. وتضمن القرار أيضا الصادر في فصله الرابع قرار منع إعداد وتقديم الشيشة، كما طلب بالانصياع لمقتضيات مدونة الشغل في عدم تشغيل القاصرين، وزيادة على المنع الكلي لاستخدام الزجاج الحاجب للرؤية في الأبواب ونوافذ والواجهة، كما منع القرار على المحلات التجارية احتلال الملك العمومي بدون رخصة واحترام الفضاء المحيط بالمحل وعدم إزعاج الجوار واحترام أوقات العمل عند الفتح والإغلاق، كذلك احترام حدود الترخيص للملك العام والامتثال بالمعايير المعمول بها في هذا المجال وإرضاء رواد المحل من خلال الحرص على نظافة أماكن العمل.